طبعًا. بص تريزيجيه ده انا هسيب له سيجمنت اتكلم عنه، او يعني انا عايز اتكلم عن واحد من ارجل وافضل واهم وواحد من اللعيبه. يعني انا كنت بتكلم مع تريزيجيه امبارح قد ايه هو كان، يعني مش عايز اقول لك يعني حاجات كتيره جدا بس مش هقدر اقولها، لكن في النهايه واحد من ارجل اللاعبين اللي انا شفتهم في حياتي اللي زي تريزيجيه ده والله العظيم. يعني لازم نتكلم عنه لوحده، ولكن انا هنا ارجع فني تاني. هنا امتى بقيت كويس وجهه نظري؟ لما لعبت 4-2-3-1. يعني ايه؟ لما حطيت امام بلاي ميكر مع امام مع مروان الاثنين، ونزلت كان زيزو موجود وكان مرموش وكان تريزيجيه وكان مصطفى محمد. ليه؟ لان تريزيجيه بيرجع يقفل مع الثالث معاهم. تريزيجيه عنده القدره ان هو يعمل كده، وبالتالي دي كانت وجهه نظري. واللي انا كنت عايز اقوله دايما ان احنا نلعب امام 4، مصطفى محمد، زيزو على اليمين، مرموش تحت مصطفى محمد شادو سترايكر، وتريزيجيه ناحيه الشمال. دي كانت وجهه نظري من البدايه، وده اللي انا كنت بقوله لكم لو فاكرين من الاول خالص. وتلعب باثنين سواء حمدي بقى ومروان وامام. فانا بشوف ان ده احنا فنيا كان من المفترض، او احنا خلاص بدانا نشوف ان 4-3-3 في ظل عدم تواجد رقم 8 صريح واضح زي عمرو السوليه. لو عمرو السوليه موجود في هذه النسخه كان فرق كتير جدا. صح، بس وجهه نظري. بس برضك امام عاشور في الشوط الثاني عمل 2 لونج باس، والله العظيم والله بكل امانه ما بنشوفهم غير في اوروبا. نعم، ما بنشوفهم غير في اوروبا. صحيح. مش عايز اقول لك امام عاشور الناس متابعاه من المباراه الاخيره. لا، امام في حته ثانيه. لا لا لا، مش ممكن. امام عاشور عامل حاله في خط وسط منتخب مصر والله العظيم. في كوره النهارده لعبها لتريزيجيه، هي فرصه ضاع اللي هي لعبها لتريزيجيه. واحده شاطه مش ممكن يا جماعه، في واحده شاطه مش ممكن جول. مش ممكن بجد. لا، غير الشوطه ده عمل واحده الفيجن بتاعته فيها لتريزيجيه، وتريزيجيه لعبها لمصطفى محمد اللي هي العرضيه، مصطفى محمد حطها بره. فلا، امام عاشور عامل حاجه. انا بتكلم على كابتن اسلام تاني المدير الفني، 6 شهور أو 7 شهور نظري يا دكتور ثابت. شفت ايه فيهم؟ مين انا اسف، انا رايح كاس افريقيا يا كابتن اسلام، مش حاطط تشكيل مصر قبل البطوله بشهر. ازاي يعني؟ انا مش عارف العناصر. ده بيجرب في البطوله ده بيدخل انا ده بقول لك ده بيدخل وبيخرج، بيدخل بيخرج كانه مدير فني النادي، كانه بيلعب في الدوري والكاس ودوري افريقيا. فبالتالي عادي، يا راجل انت عندك 3 ماتشات بس. يعني هو مستقبلك هيتحتم في 3 ماتشات. لو انت اصلا بكل امانه لو انت خرجت من دور المجموعات، ما مليون في المية اتحاد الكرة هيمشيك. بقول انا كان المفروض برضه يمشي معاك، بس ما علينا، انا نتكلم في حته يعني نتكلم في النقطه دي بعدين. طيب هنكمل كلام، ولكن انا عايز برضه احيي حد. نعم. او انا افتكرت حاجه. ايوه والله بجد. مين؟ يعني انا افتكرت حد، ما اعرفش هتبقوا معايا في الكلام ده ولا مش هتبقوا معايا. بتكلم برضه على جمهور الاهلي. فاكرين اطهر الطاهر؟ اه طبعا. اطهر الطاهر عمل ايه؟ جاب الامانه وصلنا خلاص. طبعا. هل من الممكن موزمبيق؟ هل من الممكن ممكن طبعا ان نرى ممكن هذا الامر ممكن. خلال الايام القادمه هنشوف جواب احمد وكريم، ولكن بعد هذا الفصل.